بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الخامسة من مقرر المحاسبة المتوسطة 1203 حسب، بعنوان قائمة التدفقات النقدية. تعد قائمة التدفقات النقدية إحدى أهم القوائم المالية المنشورة والتي تقوم المنشأة بإعدادها، حيث يوليها مستخدم القوائم المالية أهمية خاصة، وذلك نظرا لما تحتويه من معلومات تساعدهم على فهم محتوى القوائم المالية وتفسيرها. الأمر الذي يترتب عليه قدرة إدارة الشركة على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة. ويرى مستخدم القوائم المالية وعلى الأخص المحللون الماليون منهم أن هناك الكثير من التعقيدات التي يتسم بها إعداد القوائم المالية وفقا لأساس الاستحقاق، حيث يخفي التدفقات النقدية، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الرقم النقدية وبين رقم صافي الدخل المحقق. الأمر الذي جعل إعداد قائمة الدخل طبقا لأساس الاستحقاق غير كافي بمفرده لتقدير التدفقات النقدية للمنشأة. ونظرا لأن المنشآت أو الشركات تعتمد على النقدية المتوفرة بالفعل وليس على صافي الدخل في سداد ديونها، وأيضا في إحلال الآلات والمعدات الجديدة وفي توزيعات الأرباح وفي الأجور وغيرها من المصروفات، في كل ذلك تعتمد المنشآت أو الشركات على النقدية المتوفرة وليس على رقم صافي الدخل. لذلك يمكن لمستخدمي القوائم المالية تقييم موقف الشركة من السيولة في الأجل القصير، وأيضا مدى قدرة الشركة على سدادها لالتزاماتها في مواعيدها وعلى المرونة المالية المتوفرة للشركة. كل ذلك يمكن تقييم موقف الشركة من خلال البيانات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية. وقد تطلب معيار العرض والإفصاح السعودي من كل منشأة ضرورة إعداد قائمة التدفقات النقدية لكل مدة تعد عنها القوائم المالية، حيث يجب أن تبين هذه القائمة شرحا للتغير في النقدية والأموال المماثلة للنقد. كما يجب أن تبين هذه القائمة جميع أوجه التدفق النقدي، سواء كان من النشاط التشغيلي أو الاستثماري أو التمويلي، وصافي تأثيرها أيضا على النقد والأموال المماثلة للنقد خلال الفترة أو المدة المحاسبية. أهداف قائمة التدفقات النقدية: 1- يعتبر الهدف الأساسي من هذه القائمة كما سبق ذكره تقديم المعلومات عن النقدية المحصلة وكذلك النقدية المنصرفة خلال فترة مالية محددة. ب- تمثل المعلومات الواردة بقائمة التدفقات النقدية تمثل أداة مفيدة تساعد المستثمرين والمقرضين للشركة وغيرهم في تقييم مدى قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية المستقبلية، وبالتالي الحكم على قدرتها في سداد التزاماتها قصيرة الأجل. أيضا تصنيف مصادر واستخدامات الأموال إلى 3 أنواع، هي الأنشطة التشغيلية والأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية، على النحو الذي سيتم توضيحه في الفقرات التالية. أيضا كذلك الإفصاح عن العمليات التمويلية والاستثمارية التي لا تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية خلال الفترة المحاسبية ومدى تأثيرها على قائمة المركز المالي. أيضا استخدام الشكل الأساسي لقائمة التدفقات النقدية وكذلك المصطلحات الواضحة التي لا تحتمل اللبس والتأويل، وذلك لتسهيل مهمة مستخدمي تلك القائمة على اتخاذ القرارات المرتبطة بالتدفقات النقدية للمنشأة. أيضا تقييم أداء المنشأة فيما يتعلق بإدارة الأموال المتاحة من حيث العجز أو الزيادة الناتج عن الفجوات الزمنية بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وفقا لمعايير التمويل والاستثمار الرشيدة. محتوى قائمة التدفقات النقدية وتبويبها: كما ذكرنا تبوب قائمة التدفقات النقدية طبقا لثلاثة أنواع من الأنشطة: التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية أو عن الأنشطة الرئيسية للشركة والتي تفصح
عن مدى قدرة المنشأة على تحقيق تدفقات نقدية داخلة تكون كافية لتغطية التدفقات النقدية الخارجة واللازمة للتشغيل. وتعد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مؤشراً على أن المنشأة تعمل بربحية وبدرجة سيولة جيدة. التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتي تتضمن منح القروض وتحصيلها، شراء الأصول الثابتة، وتعتبر التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية أيضا مؤشرا مباشرا عن درجة نمو المنشأة أو انكماشها. التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والتي تفصح عن الأنشطة التي تتعلق بالتمويل طويل الأجل والسداد، بحيث تعطي صورة كاملة لمستخدم القوائم المالية عن سياسات المنشأة في تمويل عملياتها. محتوى قائمة التدفقات النقدية وتبويبها في ظل العرض السابق، إذن تبوب التدفقات قائمة التدفقات النقدية على 3 مراحل: 1 التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، ثم التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، وأخيرا التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية. والشكل التالي يوضح قائمة التدفقات النقدية من جميع الأنشطة سواء النقدية الداخلة أو الخارجة. الأنشطة التشغيلية، وتتمثل النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية في المبالغ المحصلة من العملاء، المبالغ المحصلة من الفوائد، وكذلك أيضا تحصيلات توزيعات الأرباح، المتحصلات النقدية الأخرى المتعلقة بالعمليات التشغيلية. المبالغ المحصلة من الأنشطة الاستثمارية، وتتمثل في بيع الأصول الثابتة، المبالغ المحصلة من بيع الاستثمارات، المبالغ المحصلة من تحصيل القروض التي سبق منحها للغير. ثم النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية، وتتمثل في قيام الشركة من إصدار أسهم، أو قيام الشركة من إصدار سندات أو أوراق دفع طويلة الأجل. ثم نتحدث عن الأنشطة أو المبالغ أو التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التشغيلية، والتي تتمثل في المدفوعات التي تتم للموردين، مدفوعات للعاملين، مدفوعات الفوائد، مدفوعات الضرائب، أي مدفوعات أخرى تتعلق بالعمليات التشغيلية. ثم التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الاستثمارية، والتي تتمثل في قيام الشركة بشراء أصول ثابتة مما يترتب عليه خروج مبالغ، قيام الشركة بشراء استثمارات أو منح قروض للغير. ثم التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التمويلية، والتي تتمثل في قيام الشركة بسداد توزيعات أرباح، أو اقتناء الشركة لأسهمها، أو سداد القروض طويلة الأجل، أو سداد أوراق دفع طويلة الأجل، أو سداد السندات، أو أي مدفوعات. الهيكل العام لقائمة التدفقات النقدية. في ضوء العرض السابق نبدأ بالتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، يضاف أو يخصم التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، يضاف أو يخصم التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية، ثم بعد ذلك صافي الزيادة أو النقص في النقدية، يضاف أو يخصم من ذلك رصيد النقدية في بداية الفترة، لنصل في النهاية إلى رصيد النقدية في نهاية الفترة.